بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل في القوم، هذا وهم في الصلاة، فقلت له: يرحمك الله. يعني تكلم رضي الله عنه في الصلاة، فأخذ الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلي، ينظرون إلي يسكتونني. قال: ولكني ما سكت. فقال رضي الله عنه: واثق لأمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم يسكتونني، لكنني سكت. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وفرغ عليه الصلاة والسلام من صلاته، قال: بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، لم أرى معلما قبله ولا بعده، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. حسن الخلق. إن الرجل، قال عليه الصلاة والسلام، لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وقال الله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فوالله، قال، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال عليه الصلاة والسلام لمعاوية رضي الله عنه: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. يعني لا يمكن أن نتكلم بكلام الناس في الصلاة، وإنما هو التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن. عندما رأى معاوية رضي الله عنه هذا الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام، حسن الخلق، قال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية. جاهلية يعني مبنى هذه الحياة على الجهل، على الكفر، على الشرك. إن كنا في جاهلية فأتانا الله بالإسلام. من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. إن كنا في جاهلية وأتانا الله بهذا الإسلام. أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي بدر منه كان بسبب أنه كان في جاهلية ثم دخل في الإسلام، وهذه من نعم الله عليه وعلينا. قال: وإن منا أقواما يأتون الكهان. كان معاوية مذنب، تكلم في الصلاة، ثم الآن عندما رأى هذا الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام أصبح طالب علم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليه. إن منا أقواما يأتون الكهان. الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، يدعي معرفة ما في الغد، في المستقبل. الكهان تنزل عليهم الشياطين. إن منا أقواما
يأتون الكهان، يأتي الكاهن ويأتي الساحر ويأتي العراف ويأتي المنجم يسأل. إن منا أقوام يأتون الكهان، قال فلا تأتوه، فلا تأتوه. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يأتي الكاهن، الذي يأتي الكاهن إتيان مجرد دون أن يصدق الكاهن لا تقبل له صلاة 40 يوم. إتيان الساحر، إتيان الكاهن، إتيان العراف، إتيان المنجم، مشاهدة القنوات التلفزيونية التي فيها السحر والكهانة والدجل ومعرفة الغيب، قراءة المجلات التي فيها الأبراج، قراءة الكف، قراءة الفنجان، الدخول على مواقع السحر والكهانة، إرسال الرسائل إلى هذه المواقع كالإتيان، لا تقبل له صلاة 40 يوم. هذا إن لم يصدق، وإن صدق كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام والذي أنزل عليه القرآن، وفيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ممن يدعي الإسلام هذا الفعل؟ يأتي للكاهن، يأتي للساحر، يشاهد القنوات، يقرأ في الأبراج هذا التي في الجرائد والمجلات، سيكون لك كذا وسيقع لك كذا، وتسمع خبر قد لا تصدق في الحال، لا تقبل لك صلاة 40 يوم، وتصدق بعد أيام يحدث لك شيء، تقول هذا الذي قرأت، لا تقبل لك صلاة 40 يوم، ويكون بهذا الكفر بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن منا أقواما يأتون الكهان، قال فلا تأتوه، قال إن منا أقواما يتطيرون، يعني يتشاءمون، يتطير يعني يتشاءم، يتشاءم بمرئي أشياء يراها، البومة، كلب أسود، حمار، رجل أعور، رجل مريض به مرض، به كذا، أو مسموع يسمع صوت حمار، صوت كلب، صوت فلان، أو أزمنة وأمكنة، بعض الناس يتطير ببعض الأشهر، ببعض الأيام، ببعض الأرقام، ببعض الألبسة، يتطير يتشاءم، إما يتشاءم بأشخاص أو حيوانات، أشياء يراها أو أشياء يسمعها، أو بأرقام أو بأيام أو بأشهر. الإسلام منع التطير، التطير من الشرك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، المسلم الموحد متفائل، لا يتشاءم، لا يتطير، يتفاعل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الفرق بين المنافق والمشرك وبين المسلم الموحد أن الموحد يتفاعل، وأن المشرك والمنافق يتطير ويتشاءم، وهذا كثير. هناك من يعتمد على الطيور، يعتمد على أشياء يراها في المستقبل، يقول اصطبحنا اليوم بفلان، لا أسافر، لا أمضي، لا أتزوج، لا أصنع، يتطير بالأسماء، بالأشهر، بالأرقام، ببعض الأمور التي يصنعها عندما يأتي بهذه العملة التي من الحديد أيضا، أفعل أو لا أفعل، يأخذ وردة أحيانا، أتزوج 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 أتزوج، هذا هو التطير، شرك. قال إن منا أقواما يخطون، الساحر اجلس يا أخي، الساحر يلبس عليك، لا يقول لك أنه ساحر، ماذا يصنع؟ يصنع أشياء، يقول الله سبحانه وتعالى خلق الخلق
وضع هذه الخطوط التي في الأيدي، لم يخلق الله سودا، هذه تحدد مصيرك، ما سيكون، ما سيقع. ننظر في النجوم، خلق الله النجوم، نعم، ولها علاقة بالحوادث الأرضية، شرك أكبر. فيخط الساحر، يضع خطوط على الرمل ويدعي أن لها علاقة بعلم النجوم، وعلم النجوم له علاقة بالحوادث الأرضية. إذن أهل الإسلام، أهل التوحيد، أسأل الله يجعلني وياكم منهم، لا يتطيرون، ولا يأتون الكهان ولا السحرة ولا المشعوذين، ولا يعتمدون على هذه الأشياء في معرفة الغيب، في النظر في النجوم، في الخطوط التي توضع على الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال معاوية رضي الله عنه: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى غنما لي في أحد، وأضاعت شاة لي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فلطمتها، أفأعتقها؟ يعني يريد أن يكفر عن هذا الذنب لأنه لطم الجارية مع أنها مملوكة. قال: لا، ائتني بها. فجاءت الجارية إلى رسول الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جارية، أين الله؟ أين الله؟ قالت: في السماء. عرفت ربها، أثبتت لله سبحانه وتعالى العلو، سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، الرحمن على العرش استوى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ربنا الله الذي في السماء. نثبت لله صفات الكمال، وننزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. ثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والعقل والفطرة، لا يمكن لأحد أن ينكر علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، علو في الذات وعلو في الصفات. أين الله؟ قالت: في السماء، ربنا الله الذي في السماء، أي على السماء، الرحمن على العرش استوى. عندما تدعو تقول: يا رب، ترفع يديك إلى السماء، يأتيك الفقير يقول: أعطني، تقول: الله يعطيك. أحيانا تشير بيديك إلى السماء دون أن تتكلم. قالت: من أنا؟ قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. عرفت ربها، وأثبتت له الأسماء والصفات، ونزهت الله سبحانه وتعالى عن السفول، عن أن يكون في كل مكان، وعرفت النبي صلى الله عليه وسلم، أثبتت له عليه الصلاة والسلام أنه عبد لا يعبد، ورسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب، هو عبد ليس له شيء من خصائص الربوبية، ورسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب. قال عليه الصلاة والسلام لمعاوية رضي الله عنه: اعتقها فإنها مؤمنة، أي مسلمة. شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟
بأنها وحدت الله سبحانه وتعالى وأثبتت له الأسماء والصفات، وعرفت النبي صلى الله عليه وسلم. كان السلف الصالح يربي الأولاد ويلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي عليه الصلاة والسلام دين، والله الذي لا يوجد في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر كفر أكبر، ولا شك في كفره. لا يؤمن أحدكم، قال عليه الصلاة والسلام، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلداً آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Whoa.